قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. لقد جمعت كل المال الموجود في حصالتي. أعتقد أنني الآن أغنى طالب في المدرسة. كيف تأتي للمدرسة بكل هذا المال؟ ألا تخشى أن تفقده؟ الأثرياء لا يفقدون المال. هل يريد أحدكم شيئاً من مقصف المدرسة؟ سأشتري أنا لكم اليوم حلوى ومقرمشات وكل ما تريدون من المقصف. ألا تلاحظ أنك مسرف بعض الشيء؟ بل أنا غني، غني جداً. هل أحضرت العصير يا خالد؟ هذا هو، تفضل العصير. شكراً لك. ما رأيك أن تحضر لي أموالي؟ يا إلهي، لم يبق منها سوى القليل. ها قد انتبه أخيراً لخطئه. ما الأمر؟ ماذا بك يا سامي؟ لقد أنفقت كثيراً من المال الذي كنت أدخره لشراء شاشة جديدة لجهاز الكمبيوتر الخاص بي، وما يتبقى معي الآن لا يكفي لشراء أي شيء. أوه، وفيما أنفقت كل هذا المال؟ لقد أنفقته في أشياء كثيرة لا أحتاجها. اشتريت من المقصف بكميات كبيرة. كان ينبغي يا سامي أن تحمد الله على نعمة المال وأن تحافظ عليه، لا أن تبذر وتضيع مالك فيما لا فائدة منه. لقد أخطأت ودفعت ثمن خطأي، والآن لابد أن أدخر من البداية لأستطيع شراء الشاشة، فقد وعدت أبي أن أشتريها من مصروفي الخاص. أحسنت يا سامي، أحييك على اعترافك بخطأك وتحمل نتيجته، وأيضاً على إصرارك على الادخار من جديد. وأنا أشكرك على الحلوى التي اشتريتها لنا، واسمح لنا أن نعيد لك جزءاً من ثمنها لنساعدك على استرداد بعض ما أضعته. هيا تفضل قيمة العصير. هذه مني لك. أحسنتم أيها الأولاد، رائع. Oh, 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 oh,